السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب جزائري ينال التقدير والاحترام بعد مواقفه النبيلة، حيث كان على متن دراجة نارية وفجأة رأى مجموعة من المجهولين بقرب من محطة خروبة لنقل المسافرين بالجزائر العاصمة يجرون وراء شاب كان لوحده، حيث كانوا يحاولون أخذ أشيائه. فقام هذا الشاب برؤيته وذهب إليه وقام بحمايته وأخذه معه فوق الدراجة النارية بعيدا عن ذلك المكان. ربي يبارك فيك ويكثر من ناسك، هذا هم الرجال. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.